عم خليل فاكر؟ طيب فاكر لما انا زعلتك؟ انا اسف يا عم خليل، انا اسف اني زعلتك. ابوس راسك. مالك ما بتنطقش ليه يا عم خليل؟ عم خليل لما انا زعلتك ومازن حتى دافع عنك وبرأك قدامي وقرا رسالة، ايوه الرسالة اللي انت وريتها للرياض بتاعت رشو لما كان طلعت عرض عليك رشو، انت طول عمرك ابو الامان انا عارف، انت لسه زعلان مني؟ انا عارف يا عم خليل انا احيانا كنت بتعامل معاك بقسوة، بس انا مش مجنون يا عم خليل. ما تنطق بقى يا عم خليل، انت ساكت ليه؟ انا مش غبي يا خليل، بعتني بكام رياض؟ تفتكر لو عاوز ابيعك كنت بعتك بكام يا ولدي؟ انا اللي بسألك بكام؟ اوعى تفتكر نفسك ناصح يا خليل، انا مش مجنون مش غبي. الخيانة اكررها هنا ببيتي مش مرة، لا ده كتير، وانا اللي كنت عامل نفسي مش واخد بالي، لكن هنا ورايح كفاية كفاية، انا مش هرحمك. ومين كان رحمني؟ قريتي، اهلي، ناسي، للاسف البشر كلهم ما يعرفوش معنى كلمة رحمة. الرحمة مش مجرد كلمة يا ولدي، لا، الرحمة قدرة على تجاوز من أساء إليك. أنا رحمتنيش ليه وأنا بتقطع قدامك كل يوم مش فاهم اللي بيحصل لي؟ عاوزك أنت شفت مني؟ شفتش منها غير كل خير يا ولدي. طب ليه؟ بعتني ليه؟ ومين قال ان انا بعتك؟ انا لو عاوز ابيعك كنت بعتك من زمان. خد يا ولدي، خد يا كريم بيه، اقرا اقرا الرساله دي، اقرا اقرا. مازن مازن مين يا ولدي؟ الموبايل في يدك. عم خليل انت ليه بتتهرب مننا؟ احنا هنرفع لك العرض وعايزين نقابلك، بس انت اللي مش موافق. ايه رايك في ربع مليون جنيه حلال عليك والمقابل بسيط جدا؟ اجرى يا ولدي كمان ردي عليه. يا ريت توفر كل الناس يبيع وتخون العيش والملح. طب ما قلتليش قلت لرياض بيها الله يرحمه، وبعت له الرسالة لي على التليفون بتاعه وقال لي فادي الموضوع ده بينا وما تجيبش سيرة الكريم بيه. يعني رياض كان عارف؟ خذ يا ولدي تفضل اقرا الرسالة اللي بيني وبين رياض بيه. مرسالة من 10 ايام على رقم رياض. رياض ردت زي ما قلت، جوز ايه يا ولدي؟ ربنا يهديك، انا لسه نازل من فوق. يعني ايه نزلت؟ يعني ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. يا ولدي مازن مين يا ولدي؟ ربنا يهديك. يعني ايه يعني كنت لوحدي؟
يعني ايه انا كنت لوحدي؟ يعني ايه انا كنت لوحدي؟ انت مش شفت مازن معايا؟ انت بتنكر ليه؟ يا ابني انا مش بنكر، انا ما شفتش حد فعلا، واستغربت لما كنت بتكلم نفسك. يعني انا مجنون؟ انتوا بتعملوا كده ليه؟ لا يعني ايه؟ يعني انا كنت لوحدي؟ يعني انا بقيت لوحدي؟ دي الحقيقة يا عم خليل، أنا كنت لوحدي. أنت كذاب، أنت كذاب، كلكم بتأمروا عليا. يا أخي يا ولدي، أيوه تضربني؟ ايوه انا ما كنتش لوحدي. الله يجازيك خير يا ولدي، اظن كده ما عادش ليا عيش هنا. ربنا يشفيك، ربنا يشفيك يا ولدي، ربنا يشفيك يا ولدي.